جرام الذهب بخمسة جنيه. What? ايوه زي ما بقول لك كده. تعالوا نشوف ايه اللي حصل. بعد ما علقت الورقه دخلت على الراجل ورميت عليه السلام. قال لي يا باشا امرني. قلت له يا باشا الامر لله. رحت مشاور له على الاسوره ديت فجابها لي. المهم لفت نظري حاجه تانية الانسيار. قلت له يا باشا انا عايز ده كمان فجابه لي. كنت بتكلم مع الراجل كده قلت له يا باشا انا عايز حاجه كده شكلها شيك يعني خاتم كده يكون شكله حلو. راح مشاور لي على حاجه كده عجبتني. قلت له طب تمام هاخد مني الحاجه بيوزنها لي. قال لي يا باشا دول كده 40 جرام. قلت له ماشي يا باشا. زي ما انتم شايفين بدا يوزن لي في الحاجه. اهم حاجه ما تنسوش تعملي نسخه رابط للفيديو ومتابعه ليا. ما تنساش تروح لي جري على الانستغرام تعمل لي متابعه. وطبعا زي ما انتم عارفين ان جرام الذهب ب 1700 جنيه يعني الحاجه دي تخش لها في 70000 جنيه. وهنا اداني الحاجه رحت مسلم عليه رحت مديله ال 100 جنيه ورحت واخد بعضي ومشي. لقيته طلع يجري ورايا بيقول لي ايه ده يا صاحبي. قلت له يا باشا ده حساب الحاجه. قال لي حاجه تقل ب 100 جنيه. قلت له يا باشا انت لازق ورقه بره جرام الذهب ب 5 جنيه. جرام الذهب ايه اللي ب 5 جنيه ولا انت مين اللي زقك عليا يلا. وخدني ودخلني جوه. المهم ان انا قبل ما اقنعته ان احنا بنعمل مقلب محل نيش ونزل فيها ضرب وفين يوجعك بقى.